الأمر خطير كبير. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تطالبهن أنت بما لا تفي به لهن. اعدل مع نفسك أولا، وزن نفسك قبل أن تزن المرأة. أنت ما أديت حق الله عز وجل، أعظم الحق، أعظم حقوق الدنيا حق الله جل وعلا، ما أديته ولا تبي يكون في حقك على المرأة قصور، وهي من طبيعتها فيها قصور خلقة وفيها كذا لحكم أرادها الله جل وعلا، ما هو نقص خلقة، لا، تكميل خلقة. فكون عنده نقص في العقل أو عنده نقص في الجهل أو عنده نقص كذا، هذه لحكم أرادها الله عز وجل حتى تستقيم الحياة الزوجية، وحتى تتحمل المرأة المصائب التي تمر عليها، ومن ذلك وفاة الزوج، ومن ذلك اختلاف الأبناء الصغار وما يحصل بينهم من الشجار الذي يؤذي، لكن المرأة تتحمله أكثر من الرجل. ومن ذلك التأقلم مع الأزواج، قد يتعدد عليها الأزواج وتتأقلم، لولا أنها تنسى ولولا أنها تغفل ولولا أنها تغلب العاطفة ما عاشت مع غير الزوج الأول، خصوصا إذا أحبته وألفته وعرفت حسن عشرته ومعروفه. لكن الله عز وجل أراد هذا، جعل فيها أمر عاطفي، أمر عاطفي ينغلب عليها من أجل مصالح تتحقق بذلك. الرجل لو انحبس في البيت أسبوع تغير مزاجه، تغير مزاجه، تغيرت صحته وتكدرت حاله من الحبس، والمرأة وطنها الله على ذلك وجعل لها أجرا عظيما، ما يفهم أن هذا نقص، أنها قاصرة وناقصة وعاجزة. لا، المرأة خلقت لتكميل الرجل، والرجل لتكميل المرأة، كلا الزوجين يكمل أحدهما الآخر. وهذه من حكمة الله عز وجل واختيار الله جل وعلا، الذي أحسن كل شيء خلقه، والذي هيأ كل مخلوق لما خلقه له.